طيب هنتكلم بقى عن الانزلاق الغضروفي بالفقرات القطنية. أفكركم بسرعة عن تشريح العمود الفقري في حتة الفقرات القطنية. ده العمود الفقري، عندنا الفقرات العنقية والصدرية والقطنية اللي هي بيطلع منها اللي هي موضوع آلام الظهر. كبرها شوية، كبرها شويتين، ادينا باصين كده اهوت من فوق، ده قدام وده ورا، اوكي، ودوت ايه، دوت الحبل الشوكي، وادي الغضروف، وادي عصب بيطلع يمين وعصب بيطلع شمال. لو بصينا من الجنب ادي الفقرة ايه، كبرناها شوية، وادي الحبل الشوكي، كابل الكهرباء اللي بيجي فيه السلوك كلها، وفي عصب بيطلع من هنا اهو ما بين الفقرة دي والفقرة اللي تحتيها اهو، دي ما بين ديت واللي فوقيها، وادي فقرة تانية وكابل الكهرباء اهو، الحبل الشوكي مكمل كل ده، وادي عصب وكمان واحدة، وادي الحبل الشوكي، وما بين الفقرات ديت في ايه، في الغضاريف. ادي الغضروف اهو، وادي النواة اللي هي المادة اللزجة اللي في النص، دوت شكل الغضاريف. طيب الغضروف بقى اللي ما بين الفقرات دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اهو القرص او الغضروف او الديسك، عبارة عن مخدة او غضروف يعمل مفصل ما بين العظمتين، وهو دوت اللي بيمنع احتكاك ما بين الفقرات. الغضروف ده متركب ازاي؟ عارفين البصل؟ البصل المتقطع طرنشات، اتفقنا لما اتكلمنا قبل كده عن تركيب العمود الفقري، بيبقى لما تاخد مقطع في بصلة تبقى حلقات عاملة كده، وفي النص عندنا في ايه، حاجة كده قد الزرار فيها مادة لزجة، يبقى دي الفقرة القطنية اهي، ادي الفقرة اهي، وادي الحلقات اهي قدامنا، وادي الالياف من بره، وادي النواة جوه، وبصيناها بص بطريقة مختلفة، ادي الاطار الخارجي اهو زي اطار العربية، وفي النص فيه المادة اللزجة. الغضروف ما بين الفقرات بيبقى وضعه ايه لما اكون واقف ولما اكون موطي، ادي ده شخص واقف اهو، لما بيكون موطي هنلاقي الوضع ايه، شايفين؟ تاني اهو، شايف النواه ديت، الزرار اللي في النص او الماده اللزجه بتتزحلق لورا، لكن اهم حاجه ان الحته دي الغضروف ما بيعديهاش، ما بيخشش في الفتحه، والا كده يبقى عندنا انزلاق غضروفي اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، انما الطبيعي ان هي النقطة اللي في النص دي الزرار في النص يرجع لورا، لكن ما بيطلعش بره حدود الغضروف. نبص عليها بقى في النواة، شايفين كده اهو، ادي النواة اهي تتحرك لورا لما انا اكون موطي لقدام، موطي لقدام كده، هي دي تتحرك لورا كده بالظبط، زي اكنك ماسك استك وبتشد على الالياف البرانية بتاعة الغضروف، هو ده اللي بيحصل في الطبيعي، طالما ان هي ما اتقطعتش وما حصلش فيها تمزق يطلع النواه هنا، دوت الطبيعي بيبقى مشدوده شويه، بالذات لما تكون موطي وبالذات لما تكون شايل حاجه. طيب الانزلاق الغضروفي افكركم بس، دوت غضروف اهو، ديت الحلقات اهي، وديت النواه في النص. انزلاق غضروفي يعني ايه؟ هنشوف دلوقتي انه بيبقى فيه ضغط وضعف في الحتت ديت البرانيه دي من الحلقات، وبالتالي النواة دي تبدأ تطلع لبره. ضغط فين؟ ضعف هنا اهو، بحيث ان هي تتمزق الطبقات دي، وبالتالي الغضروف يبدأ يطلع لبره، هو ده الانزلاق الغضروفي. يبقى ما هو الانزلاق الغضروفي؟ عبارة عن حاجتين لازم يحصلوا. الأولانية تمزق في الطبقات دي أو الحلقات دي، في أي حتة هنا، بس بالذات بيحصل يمين وشمال. في الحتة دي، ده نمرة واحد. نمرة اتنين يحصل إيه؟ نمرة اتنين يحصل فتق. فتق يعني ايه؟ يعني النواه دي تطلع بره كده او تطلع فتق، ان هي تخرج بره، فتق يقطع هنا تخرج منه النواه او الماده اللزجه اللي في النص وتخرج بره، لما تخرج بره وارد ان هي تضغط على حاجه، نشوفها في صور مختلفه بزوايا مختلفه علشان يبقى التخيل اسهل. ادي الفقرات، ادي الغضروف، ادي الحبل الشوكي اهو، وادي عصب طالع منه، يحصل ايه؟ لازم يحصل ادي الحلقه اللي فيها ايه، الطبقات البرانيه دي يحصل فيها تمزق، فين؟ في الحتت الورانيه ديت، النواه او الماده اللزجه في النص، وديت الحلقات اللي بره. اول حاجه يحصل تمزق في الطبقات اللي ورا ديت، وتاني حاجه النواه دي تبدا تتزحلق لبره. بصوا على المنظر ده، هنا حصل ايه؟ حصل تمزق شويه بسيط، تمزق اكتر
اتقطع فعلا وناوي طلعت بره، ده انزلاق غضروفي، ده انزلاق. هنا بس قطع بسيط، هنا قطع اكتر شويه، انما لما النواه تطلع هو ده اسمه الانزلاق الغضروفي. تمزق في الطبقات الليفيه، بعد كده فت تطلع منه النواه.